احنا دايما لازم نقعد، دايما لازم رجلينا تبقى في حركه زاويه قيمه من الارض، وظهرنا زاويه 95 مش 90. اوكي. حتى هندسيه يعني ما ينفعش اقعد ظهري ستريت كده، لا لازم يبقى زاويه كده، عشان ظهري لو ستريت كده في بطن وفي عضلات وفي عندي اورطه جوه في جوه بطني وفي احشاء، فدي كلها اما بعمل كده بتضغط عليها، اما بعمل كده بريح شويه بيبقى عضلات، انما اذا شددتها كده ما ينفعش، لازم يبقى في زاويه 95. برضو بالنسبه لرقبتي للكمبيوتر او للكتابه لازم يبقى عيني اللي بتتحرك على روجيتا، عيني بتتحرك على الكراسه، بالنسبه لو ماسك الموبايل يبقى كده، انما ما ينفعش ولا كده ولا ارفعه فوق قوي كده، كل حركه دي من حركات الرقبه، عشان تركيبه الرقبه برضو تركيبه عجيبه جدا سبحان الله يعني، فبالتالي لازم نحافظ عليها جدا، هي 7 فقرات بس ماسكه كل الاجزاء الحيويه في الرقبه يعني. من فقره اطلس فكره حمل الكره الارضيه او الجزء المهم في الاعضاء يعني المخ وباقي اعضاء الراس يعني. طب بعيدا عن الجلوس الخاطئ، لانه انا اعتقد بنسبه كبيره انا وكل الساده المشاهدين او اغلبنا مش هنلتزم بيه. مش هنلتزم بيه، انا قاعد الشغل مسهيني بكتب بعمل السائق على ورق مقود سياره، فبالتالي هو ايه مش مركز غير في الطريق. ممكن حضرتك بقى كمتخصص تقول انت قاعد غلط، اقول لك بس احنا عايزين ايه الموضوع يمشي. ولكن هي معلومه لمن يريد ان ياخذ بها الاعتبار. ده عرض او ده نوع من انواع نمط الحياه ممكن يستعجل فكره الاصابه بخشونه المفاصل او بشكل او باخر. وقلنا عامل جيني او عامل وراثي موجود، مهم جدا عامل وراثي ده. هل عامل التغذيه هنا مهم؟ التغذيه الصحيحه بتقوي لي العضله، والعضله فيها شريان، الشريان بيغذي العظمه، والعظمه بتغذي المفصل. احنا دلوقتي دي عضله فيها شريان، شريان اهو، شريان داخل بيغذي العظمه دي، العظم الدم جه جوه كويس، مشي الدم لغايه اما جه غذى المفصل. المفصل ما فيش شريان بيغذي المفصل. المفصل بيتغذى عن طريق السائل الزلالي اللي جاي من الغشاء او الكبسوله اللي حوالين الركبه مثلا، لو اتكلمنا عن الركبه، زائد الدم اللي جاي من العضله وداخل على من العضله القويه، بيبقى تحتيها عظمه، طول ما العضله قويه تحتيها عظمه قويه، بيخش الدم جوه هنا اللي هو دوت في نص العظمه ويمشي لغايه ما يوصل هنا. قبل نهايه المفصل بالظبط كده بحوالي سنتي او 2 سنتي بيحصل يختفي هذا الشريان، ويبتدي الدم يحصل له انفيوجن او ارتشاح او دخول مكوناته الاساسيه الغذائيه للمفصل من الجنب ده. يبقى دلوقتي المفصل نصه بيتغذى عن طريق الدم اللي هو داخل عن طريق العظمه، والنص التاني اللي هو اللي بره ده الناعم دوت عن طريق السائل الزلالي او اللي هو بيبقى عن طريق الغشاء السينوفي اللي بيبقى فيه كل المكونات المهمه اللي بتغذي المفصل. طب انا هجيب السؤال بشكل اكثر بساطه. عارفين يقول لك الجزر بيقوي النظر، في بعض المصطلحات او بعض الايتمز في الاكل انه بتقوي او بتزيد مناعه او بتفيد كذا. بحكم انه منطقه المفصل هي منطقه معقده شويه ومش منطقه يعني خلينا نقول ظاهره بشكل واضح او مكون واحد، فمفيش انواع تغذيه متخصصه بالحدوته دي. هو طبعا الكولاجين ده مهم جدا كحاجه، بس لازم معاه كل المالتي فيتامينز، كل الفيتامينات مهمه جدا، الف وب وسين او جيم دال، كل الفيتامينات الاساسيه لازم تكون موجوده في الاكل اللي هو طبق السلطه، زائد بقى الشوربه او الكولاجين اللي هو مبني دايما في اخر عاب ميه كده، دي في قرقوشه تتاكل تتقرقش، الكوارع برضو كويسه، اي حاجه فيها كولاجين ممكن، كولاجين دوت اي منطقه تحت الجلد عشان كده احنا بنقول الكوارع، او حوالين العظمه بيبقى فيها دي نسبه من الكولاجين، دي بتبقى مهمه جدا. بس ما حدش طبعا يعني احنا كطبيعتنا اكلنا في مصر مش انترستنج قوي في النقطه ديت اللي هي اكل الكوارع او اكل دي، بس مهمه ان ممكن ناخدها عن طريق حاجات تانية اللي هي عن طريق اكل اللحوم، عن طريق اكل بس انا يعني مع تحفظي اللحوم المصنعه دي مش مفيده قوي، هي طعما ورائحه كويسه بس بيتحط عليها بعض المواد اللي هي الحافظه او المواد اللي النكهات اللي هي بتدي طعم دي،
تبقى برضو ليها تأثير مش قوي على الجسم يعني. طب في حالة استخدام الكولاجين اللي هو المواد سابلمنتس أو المكملات اللي هي أنا رايح أشتري كولاجين سواء سائل باودر علب أكياس وأعتمد على هذا الموضوع بشكل خارجي، ده أيضا بي بي يعني بيجي بنوع من أنواع الفوائد ولا هو مجرد بس يعني دعاية طبية؟ لا هو طبعا مفيد، هو مفيد جدا. معلش اصلا انا مش هخلي الانسان هيبتدي ياكل كل يوم كوارع او هيبتدي ياكل كل يوم مثلا مخ او ياكل كل يوم يعني المواد اللي فيها كولاجين كتير، فاحنا بنعمله له جبنا فيه سورس ليه يا اما بحري او حيواني، فاحنا بيبقى البحري اضمن فبنعمله، والشركات بدات تعمله بودر وبتحط عليه برضو فيتامينات وكالسيوم وفيتامين د وفيتامين سي، وطعمه بيبقى عشان هو بيبقى فيه زفاره شويه طعم بيخلي طعمه بلاتابل كده وطعمه لذيذ منكهات. ده يعني المكملات او السبلمنتس ايضا هي مفيده لهذا الشيء. مفيده بس لو كتبها طبيب مش عن طريق النت او عن طريق عشان بيبقى كل نوع من الكولاجين ليه نوع معين يعني. يعني ما ينفعش انا اطلب بالنت كده انتوا نزلتوا اعلان هاتوا لي كولاجين، لا لازم الدكتور يكتبه لك يعني. دي معلومة مهمة جدا. لأنه اعتقد انه الكولاجين بيتصنف من ضمن السابلمنتس. طبعا انه في ناس كتير جدا بتاخد بعض الحبوب اللي هو عارف الاوميجا والى اخره، اي بيقول لك انه فيتامين في حاجة ما تخسرش الزيادة المتعارف عليها والناس المهتمة بيقول لك انه اي زيادة مثل هذه الامور بتخرج مع الفضلات في افرازات الجسم. لا في تسمم، في تسمم بالفيتامين، ما ينفعش واحد ياخد فيتامينات وخصوصا اللي هي كلمة A D E K الفيتامينات ديت ممكن تسمى A D E K اوكي دي ممكن توصل للتسمم يعني درسولنا غلط في المدارس يعني هي الفيتامينات اللي مش مسممه اللي هي الووتر سولوبل اللي هي بتدوب في الماء اللي هي بي فيتامين بي مثلا فدي ممكن واحد ياخده عادي جدا وكل معظم الناس بياخده، بنيجي نقيس عليهم فيتامين بي مثلا بدل ما 600 اللي هم مثلا ايه 2000 1300 يعني الضعف، ومع ذلك بيبقى قدامنا كويس. ليه؟ ده مدام فيتامين بي بيدوب في الميه فممكن ينزل ايه لو ما عادش يومين ياخده فبينزل في البول وخلاص يتخلص جسم الانسان منه. انما لو الفيتامينات الثانيه بتبان عليه اعراض، واعراض تسمم الفيتامينات هي اعراض نقص نقص الفيتامين. دي قصه ثانيه، ده حلقه ثانيه. انا يعني فاكر او حسب ما اعتقد انه المعلومه دي اغلبنا كلنا الناس اللي بتاخد مكملات غذائيه بتعتبر ان المكمل ده يعني بركه لو خدت الحبايتين وحد عزم عليا بالثالثه ليه. لا هو لازم عن طريق طبيب يعني. طب ده شكرا للمعلومه دي، اتمنى بقى انه الناس تاخد بالها وانا ايضا هتعامل من ضمن هذا المنطلق. وارجع ثاني ان احنا لما اتكلمنا في جزئيات انه بعض الممارسات وبعض الجينات والى اخره كلها تؤدي الى فكره خشونه المفاصل بشكل او باخر، في اشياء اخرى ممكن تؤدي الى خشونه المفاصل؟ طبعا قلنا القعده الغلط، السن، العامل الوراثي، الوزن، طريقه الحياه اللي هي الخاطئه او الاستخدام الخاطئ ان احنا نقعد مربعين كتير مثلا بعد ما نصلي، ما ينفعش نقعد بقى كلنا خلاص صلينا نسعى على طول بعد ما نخلص صلاه نقوم، عشان قعده التربيعه دي المده طويله بتبقى